ازيكم يا جماعه؟ معاكم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق واوي وعشاق التكنولوجيا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. بطل مراجعتنا النهاردة تجربة فريدة من نوعها من شركة واوي كالعادة، وهو العملاق الواي 9، مش ده الواي 9 2019 يا جماعة. تجربة بجد رهيبة في الفئة المتوسطة، بنشكر شركة واوي عليها. وقبل ما انسى يا جماعة، احب اشكر اليوتيوبر العظيم يحيى رضوان على المقدمه اللي في اول الفيديو، الصراحه احنا استغليناها عشان نجيب فيوز يعني، ف يعني دمت يوتيوبر عظيم يا يحيى ودمت قدوه لينا كلنا. نرجع لموضوعنا الواي 9 2019 والتجربه الفظيعه الرهيبه من الفريده من نوعها اللي بتقدمها لنا واوي في واوي واي 9 2019، او زي ما مكتوب على المواقع العالميه واي انجوي 9 بلس. اولا التصميم يا جماعه، الموبايل بيجي بالكامل من البولي كربونيت وعليه طبقه لمعان بتديك احساس ان هو ازاز، وبتدي انعكاسات جميله جدا جدا، وفي انحناءات في الاطراف مخلياه هو النوفا 3. لدرجه ان انا في ايفنت الاطلاق كنت فاكر ان هو نوفا 3 واتلخبطت فيه فعلا، بقول لهم انا عايز اشوف الواي 9 2019، قالوا لي هو ده، فاستغربت قوي. اول ما مسكته يبدا احساس البولي كربونيت يتسرب لايديك، ففعلا الموبايل بلاستيك. في مشكله تاني في الظهر، ان هو احيانا بيبصم، بس كل ده طبعا احنا مش بنمسك الموبايل كده، احنا لازم بنحطه في جراب. وبنلاقي اطار برضو من البولي كربونيت اللي واخد طبقه لمعان محترمه جدا تحسسك انه معدن، لدرجه ان انا فضلت اخبط عليه بمفتاح عشان اتاكد ان هو فعلا من البولي كربونيت لحد ما اتاكدت عشان اقول لكم المعلومه الصح. ومن الخلف هنلاقي الفينجر برينت سنسور في اعلى المنتصف، بالاضافه الى كاميرتين بشكل عمودي من تحتهم الفلاش. واخيرا يا جماعه، اخيرا الحمد لله، كاميرتين من غير بروز، ودي طبعا حاجه مريحاني نفسيا جدا لاني عانيت منها في النوفا 3 اي، وكل جراب كنت بشتريه كان لازم يبقى فيه بروز عشان احافظ على الكاميرا، لكن هنا اتحلت المشكله. وما ننساش اصحابنا اصحاب الميد 10 لايت برضو كانوا بيعانوا من نفس المشكله. الحمد لله، شكرا واوي ان انت بتسمعي مننا وبتقدري تلبي رغبات اليوزرز بتوعك. وبنيجي في الجنب على اليمين بنلاقي زراير التحكم في الصوت مع زرار الباور، وزرار الباور طبعا ليه ملمس مختلف عن زراير التحكم في الصوت، هنلاقيه هارد شويه، لكن زراير الصوت طبعا سوفت. ومن الاسفل في المنتصف هنلاقي مدخل الشاحن اللي هو بيجي بمايكرو يو اس بي 2 ومش تايب سي للاسف الشديد. وعلى يمينه هنلاقي السبيكر اللي مكانه محترم جدا ومش هيضايقنا واحنا بنتفرج او واحنا بنلعب، ايدينا مش هتيجي على السماعه تكتم الصوت واحنا شغالين. هنلاقي على طول جنبه على الشمال المايك، وهنلاقي مدخل سماعة الأذن اللي هو 3.5. اما من فوق هنلاقي مفيش حاجة عندنا فوق غير هو المايك بتاع النويز كانسليشن بس، وما نسيوهاش. ومن الامام نيجي بقى للطفرة اللي حصلت في سلسلة الواي، شاشة عملاقة بحجم 6.5 بوصة، ودي الاكبر في سلسلة الواي. اولا الشاشة بالابعاد الجديدة بحجم 6.5 بوصة زي ما قلنا، وبتيجي من نوع IPS LCD بجودة Full HD Plus بدقة 2430x1080 بكثافة بكسلات 396 بكسل لكل بوصة. الشاشة بتيجي بنسبة استحواذ كبيرة جدا جدا جدا، وهي 90%. النسبة دي يا جماعة مش جاية من فراغ، النسبة دي جاية من حجم النوتش الصغر جدا، يعني واو بجد. نوتش في النوفا 3i كبير نسبيا، واخد الكاميرات وفي الوسط السماعة، ف شاغل مساحة وممكن اشعارين او ثلاثة لو ربنا كرمنا يظهروا، لكن هنا لو بصينا هنلاقي ان النوتش صغير جدا جدا، واخد الكاميرتين بتوع السيلفي. وانا منبهر يا جماعة بالتصميم ده، السماعة فوق الكاميرات، وجوه السماعة هتلاقي النوتيفيكيشن ليد برضو واوي ما نسيتهاش لاصحاب الفئة المتوسطة اللي هيمسكوا الموبايل ده، اللي يعني مقدم لهم كل حاجة، هم مش محتاجين يدفعوا فلوس كتير عشان ياخدوا كل المميزات دي. لا، السعر بجد تحفة جدا جدا. والنوتش هنا فيه شبه كبير جدا من الاونر 8X، عشان خاطر يقول له انت مش لوحدك على الساحة، انا نازل بنافس معاك وبمنتهى القوة.
يعني نوتش في كاميرتين وسماعة ونوتيفيكيشن ليد، وكل ده في الحتة الصغيرة اللي حضرتك شايفها دي. فطبعا يعني موبايل يستحق الاقتناء. وبالنسبة للحواف يا جماعة، صغيرة جدا ومدية شكل فخم قوي للموبايل. انا معجب الصراحة بالحواف دي وتصميم الموبايل بالطريقة دي من امام، ولك ان تتخيل الفرق. وده هيكون في فيديو تفصيلي كامل عن الفرق الشاسع والنقلة النوعية اللي نقلتنا فيها هواوي في سلسلة الواي، اللي كنا بنقول دي افقر سلسلة في هواوي بتقدمها للناس اصحاب الفئة المتوسطة، اللي يدوب عايزين موبايل يخشوا بيه على النت ويقدم لهم يعني تجربة بسيطة. لكن هنا لا، اصحاب الفئة المتوسطة هواوي طورت لهم موبايل محترم جدا جدا جدا. خد بالك كمان ان النوتش ده احنا نقدر نلغيه ونقدر نخليه، حتى في مشاهدة الفيديوهات احنا نقدر نتحكم في حجم الفيديو، ان احنا نخليه فول سكرين او نخليه كروب زي ما هنشوف دلوقتي. الاداء، الموبايل بيجي بالمعالج مكتسح الفئة المتوسطة، معالج جبار جدا، نسينا التجربة السيئة بتاعت كيرن 659. طبعا يعني خلاص الحمد لله رب العالمين، المشكلة دي اتحلت. نزلت لنا هواوي نوفا 3 اي، وشركة اونر نزلت لنا الاونر 8 اكس بالمعالج كيرن 710، اللي بجد اثبت كفاءته ونجاحه. انتوا متخيلين يا جماعه ان كيرن 710 نازل في موبايل فئه متوسطه ب 4400 جنيه؟ طيب المعالج ثماني الانويه، بيجي بسرعه 2.2 جيجا هرتز بتقنيه 12 نانومتر. عشان ما تاخدش كلامي اكاديميك قوي، ال 12 نانومتر دول بيعملوا ايه؟ كل ما النانومترز بتقل كل ما انت بتاخد اداء عالي جدا من البروسيسور، وبنقلل استخدام البطارية وبنوفر الطاقة عشان البطارية تعيش معانا أفضل وقت ممكن من غير ما نحمل البروسيسور على البطارية. الموبايل بيجي بمعالج رسوميات مالي جي 51. المعالج ده بيقدم لنا تجربة محترمة جدا، لكن مش واو برضو عشان أبقى صريح معاكم. بس الشركة مش هتسيبك تقوم منزلها لك الجي بي يو تيربو، ودي تقنية عظيمة جدا نشكر طبعا واوي عليها. تعمل ايه التقنية دي؟ بترفع لك اداء المعالج بنسبة 60% عشان يعالج الالعاب باكبر قدر ممكن وتستمتع بالجيم بدون لاج. ومش بس كده، ده بيوفر لك في البطارية وانت بتلعب بنسبة تصل ل 30%. طبعا يا جماعة كل الكلام ده انا مش بكلمك على نوفا 3 اي ولا موبايل ب 6000 جنيه، لا هو ب 4400، وهفضل افكرك بالسعر ده عشان خاطر تعرف ان الشركه بتراعي فعلا الفئه المتوسطه بقدر الامكان. وانا سعيد قوي. بصوا يا جماعه، انا اتكلم معاكم بصراحه يعني، ما سامحوني على الاستطراد ده في الفيديو. في ناس نفسها تمسك موبايل فيه نوتش، ونفسها بتسمع عن الجي بي يو تيربو، وبتسمع عن حاجات كتيره قوي من هواوي، وفلوسها مش هتكفي ان هي تجيب حاجه زي كده. فهواوي وفرت لهم الكلام ده في موبايل ب 4400 جنيه، وما اعتقدش ان دول دلوقتي يعني ازمه بالنسبه لبعض الناس. بالعكس يعني السعر انا شايف ان هو مناسب للباكج اللي مقدماه في الموبايل. الموبايل بيجي بنظام تشغيل اندرويد 8.1، هو الاحدث في اصدار هواوي لحد الان، وبيجي بايموشن 8.2. ويا جماعه مليانه فيتشرز، الايموشن 8.2 مليانه فيتشرز، وهتكون ماده قويه لمحتوى القناه الفتره اللي جايه ان شاء الله. فتابعونا، وما تنسوش تعملوا طبعا اشتراك في القناه عشان يوصلكم الفيتشرز والتحديثات اللي احنا هننزلها في الفيديوهات الجديد. بجد انت ماسك موبايل مليان فيتشرز، لكن ما اعتقدش ان انت بتبقى عارف، او انا نفسي ببقى عارف كل حاجه، فبندخل نساعد بعض وندور مع بعض على الفيتشرز اللي ممكن نستفيد بيها كلنا عشان ناخد افضل امكانيات ممكنه من الموبايل. سنسورز، بتعرف تعد لحد كام بقى؟ تعال نعد. اول حاجه الفينجر برينت سنسور والفيشال اي دي سنسور، دول حمايه قويه جدا في التليفون وادائهم سريع جدا جدا جدا. يعني الفينجر برينت سنسور بتفتح طبعا بسرعه زي ما احنا متعودين من هواوي. الفيشال اي دي ما بيغلطش لحد الان، لحد ما انا بجرب الموبايل الفيشال اي دي ما بيغلطش، وبيفتح بسرعه مش بطيئه ومش سريعه لكن دقيقه. الموبايل بيدعم الجيروسكوب سنسور والماجنتيك فيلد سنسور عشان تقدر تركبه في نظاره الواقع الافتراضي الفي ار، وتاخد اقصى تجربه ممكنه مع الالعاب ومشاهده الافلام الفي ار. الموبايل يا جماعه بيدعم بلوتوث الاصدار الخامس، اللي بيخليك تقدر توصل جهازين على الموبايل في نفس الوقت، وبيدعم اف ام راديو، و
وبيدعم خاصية الواي فاي بريدج اللي هتظهر في اللينك اللي هتشوفه على شاشة دلوقتي شرحينها في فيديو منفصل قبل كده. في النقطة دي يا جماعة هنتكلم عن الكاميرات. الموبايل بيجي بأربع كاميرات، انتوا متخيلين؟ وعادي، ما هي حصلت في الواي 9 2018، بس اللي مش عادي ان الموبايل بيجي بكاميرتين خلفيتين الأساسية بجودة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 علشان يديك أفضل نتيجة ممكنة في الإضاءة المنخفضة ويقلل النويز بقدر الإمكان. مش بس كده، بيجي بخاصية الـ AI وهي الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يتعرف على المشهد وانت بتصوره أو انت بتتصور عشان يديك أفضل نتيجة ممكنة. والكاميرا الثانوية بتيجي بجودة 2 ميجا بكسل، ودي طبعا بتستخدم ليه؟ برافو، عشان العزل، حفظنا احنا الكلام ده خلاص. طيب نيجي هنا للكاميرتين بتوع السيلفي. الكاميرا الأساسية بتيجي بجودة 16 ميجا بكسل، بس للأسف ما بتدعمش الـ AI بفتحة عدسة 2.0، ودي حاجة كويسة جدا لأن فتحة عدسة النوفا 3i كانت 2.2 وكان فيها طبعا ناس كانت بتشتكي من النويز، بس مع الإضاءة والتظبيطات. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، دلوقتي بنصور بكاميرا بروفيشنال DSLR، عندنا وحدات إضاءة، وكان ممكن نقول يا عم دي كاميرا غالية جدا فإحنا ليه هنجيب إضاءة وبتاع. يا جماعة التصوير إضاءة واختيار مكان ووضعية التصوير، غير كده تتكلمش في أي تصوير، تمام؟ معلش انا مش هبقى قاعد على السرير ومطفي النور وعايز اتصور سيلفي وكده هوبا واو، يعني اللي هو لا ده كده الموبايل، لا طبعا خلاص. واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن برضو نفس النقطه، ان الناس بتشتكي احيانا. انا ما بتكلمش عن موبايل واوي بس، اي موبايل انت معاك ظبط اضاءتك ووضعيه التصوير بتاعتك والاماكن اللي بتصور فيها تاخد احسن نتيجه. طيب الكاميرا الاساسيه بتيجي بجوده 16 ميجا بكسل قلنا، فتحه عدسه 2.0، وده برضو ادائها مش وحش بالنسبه طبعا للواي 9 2018، لا في طفره كبيره جدا، وخاصه في الكواليتي بتاعت الصوره بتحس ان هي فعلا يعني واقعيه اكتر. اما الواي 9 2018 كان فيه شويه تحس الصوره فيها رسوم متحركه شويه مش اشخاص حقيقيين. وطبعا الكاميرا الثانويه بتيجي ب 2 ميجا بكسل، ودي طبعا عشان العزل زي ما احنا عارفينها، وبتقدم اداء عزل ممتاز زي ما هنشوف في الصور المدمجه بالفيديو. الحته دي ما تتقطعش في المونتاج لو سمحت. في النقطه دي يا جماعه هنتكلم عن اداء السماعات او الصوت بشكل عام في سماعات الموبايل. اولا الموبايل بيجي بسبيكر مونو، تمام، بيقدم صوت عالي جدا لكنه حاد مش بيور قوي، مش نقي قوي، في سنة حدية كده، لكن بشكل عام الصوت عالي وحلو جدا وبسمعه في الشارع اكتر من نوفا 3i. الاغاني صوتها عالي لكن برضو مش بتقدم الاداء النقي القوي جدا، بس ده متعوض في حاجة، الجاك 3.5 ده سماعة النوفا 3i لما جربتها هنا كانت عالية جدا والبيز والإفكتس اللي فيها رهيبة أكتر من الجاك بتاع النوفا 3i، فهم تقريبا عملوا الموازنة والبالانس في النقطة دي كويس قوي. سماعة المكالمات يا جماعة نصيحة أخ لأخوه أو لأخته على حسب مين بيتفرج، ما تحطهاش على ودنك وانت بتتكلم مع حد وحد قاعد جنبك، هتتسمع، صوتها عالي جدا والتصميم بتاعها بالعرض الكبير، عرضها يعتبر أكبر من النوتش بحاجة بسيطة، مديها صوت عالي قوي، فانت لو حطيتها على ودانك وحد قاعد جنبك هيسمعك ويعرف انت بتقول ايه. وطبعا لازم تاخد بالك من النقطه دي لو انت في مكان هادي وتوطي الصوت شويه. وتعالوا نشوف اداء الصوت هيبقى عامل ازاي. فهي تجربة كويسة بكل المقاييس. بطارية يا جماعة نخليها للآخر عشان في إيفنت إطلاق واي 9 2019 كان في جيمز كتيرة قوي في الإيفنت، والصراحة قعدنا نلعب في الميت أب مع يحيى، وتعالوا نشوف المسابقة كانت عاملة إزاي ونرجع تاني. عليك يا يحيى، افرد دراعك على الآخر يا يحيى، افرد دراعك على الآخر واكتب نفسك. بصوا يا جماعة، يحيى رضوان دلوقتي هينشل حي. عاش يا يحيى، عاش عاش. ولا خي ولا برافو برافو، نايس ترايل يا جماعه. يحيى رضوان تاني اهو، هو انت بعده قوي على الله. يا يا يا
البطارية العملاقة زي ما شفنا في اللوحة بتاعت التنشيل 4000 ميلي أمبير، ودي بتقدم لك تجربة محترمة جدا ان الموبايل يفضل معاك اطول فترة ممكنة وانت برا البيت، ومش هتحتاج تشحنه مرتين في اليوم، هي مرة واحدة وزي الفل. وممكن كمان يكمل معاك اليوم ويفضل لتاني يوم، لان البطارية الصراحة بتقدم اداء اكثر من رائع. انا شخصيا منبهر جدا بيها. البطارية دي موجهة لاصحاب المهام التقيلة، الناس اللي بتحب تلعب كتير قوي، الناس اللي بتحب تتفرج كتير قوي، الناس اللي بتحب تسمع كتير قوي، هتسد معاك ما تقلقش. والغريبة يا جماعة ان الموبايل بيشحن من 0% لـ100% في حوالي ساعتين وربع، ساعتين ونص، وهو ما بيدعمش الشحن السريع، فده كان وقت كويس قوي بالنسبة لي. وزي ما انتم عارفين ان بشحن الموبايل وانا نايم، فما بيفرقش معايا الكلام ده قوي. وفي نهاية الفيديو احب اشكر اخويا صغير سنا الكبير مقاما اللي قدم لي دعم كبير قوي بالسيت اب بتاعته عشان نطلع للناس بافضل صورة ممكنة، عمر محفوظ. ويا جماعة انا هسيب لكم اللينك بتاع صفحته في اسفل الفيديو، ادخلوا اتفرجوا على صوره، فوتوغرافر محترم قوي وعنده استعداد يدعم اليوتيوبر اللي لسه طالعين باسعار مخفضة جدا جدا جدا. واشوفكم في فيديو رأيي في واي 9 2019، وفي فيديوهات كتير قوي حلوة عن واي 9 2019 جاية. تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك للفيديو، وشير، عشان اكتر ناس بجد بتدعمني هو انتو، وعشان نقدر نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من الناس ان هم يستفيدوا بتجربة الواي 9 2019 والفيديوهات اللي جاية في منتهى القوة. وانتظروني على قناتكم مستر طاهر.